خلال 48 ساعة من عمر هذه الدورة التدريبية التي أقامتها الحركة الوطنية للإنقاذ برئاسة الأمينة العامة النائبة الثالثة المكلفة بالتأبئة الجماهيرية بحزب الحركة الوطنية للإنقاذ أمس عدين مايدي هانغاتا، تمكن مناضلو ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ المشاركين في الدورة من مناقشة 5 مواضيع أساسية وفقا لملخص الدورة الذي قدمه المناضل التيجاني عبد الرحمن النورين. وتناولت هذه المواضيع جميع المخرجات التي تمخضت عن الحوار الوطني الشامل والسيادي، ورفع المشاركون برقيات شكر منها ما هي موجهة لرئيس الفترة الانتقالية نتيجة جهوده المبذولة من أجل الوطن، وأخرى للمكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ وللأمينة العامة النائبة الثالثة للحزب. شكر خاص وصادق للرفيقة الأمينة العام النائبة الثالث على مبادراتها التي أدت إلى التنظيم الناجح لهذه الورشة. نحن نشجعها بقوة على الاستمرار في وضع صفتها العظيمة وكامرأة قيادية ومناضلة في خدمة حركتنا التوحيدية العظيمة. الأمينة العامة النائبة الثالثة المكلفة بالتعبئة الجماهيرية بحزب الحركة الوطنية للإنقاذ أمس عدن مايدي هانغاتا قالت إن هذه الدورة وإلى جانب أهدافها المتعلقة بتوصيل مخرجات الحوار لجميع المناضلين بالعاصمة أنجمينا كانت فرصة للاستماع إلى مطالب المناضلين وستقوم بتوصيلها إلى قيادة الحزب. ومن ناحية أخرى جددت عم سعدين دعم الحركة الوطنية للإنقاذ للرئيس الفترة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو وللحكومة الانتقالية. هذا وقد حضر اختتام فعاليات هذه الدورة التي جاءت تمهيدا للقافلة الإخبارية والتوعوية حول مخرجات الحوار الوطني الشامل، حشد كبير من المناضلين والمناضلات يمثلون مختلف دوائر العاصمة أنجمينا إلى جانب بعض من أعضاء الحكومة فضلا عن كوادر الحركة الوطنية للإنقاذ. Des jours de formation à l'Iguine Hinida Adil Marrawaj. Adil Marrawaj, Liana Ligine l'espère, ou Nassal expérimenté, puis au hydro, fit dialogue national inclusif, ou Humom Jolin Anina Kulu Yosofona, Tikef, à notre tour, Anina Kulu Baza, Nam Chinois ou. Fahamana Chokol Katir, Tanin Ishuman, Kulina Chaden Ishusawa, ou Aliam Kamarshal, Idri Debi Mafikula, Anina Ma Begina Atama, Ashan Chad Darasna White. ومشاكل ما جانا وبارتي امبيز ياسا كله ماشي قدام وبمشي وهو بلزم الناس كله ما وده سفينة كبير كل زول يركب فوق. اجتمعنا ككوادر وكمنتسبين وكأعداء لحركة الإنقاذ حول يعني معرفة ما هي الخرائط والتوزيعات التي خلطت بها المؤتمر الوطني الشامل لأجل أي واحد مننا يفهم ويعي ماذا خلص الحوار الوطني الشامل. كثير من الناس في الشارع في العام يسألونا الحوار الوطني الشامل السيادي انتهى، ماذا بعد الحوار الوطني الشامل؟ ماذا خلص المؤتمر الوطني الشامل السيادي؟ ما هي الأجندة التي نقشت في الحوار الوطني الشامل؟ أننا ماشينا بارتسيبي في ديالوغ قبل جينا في فورماسيون نمشي نفلغاريزي تيت فلغاريزيسيون نمشي فوق في أروندسمان. أنا من ميليتانت أنا سيزيام أروندسمان نمشي نفلغاريزي دا ريزوليسيون الغاين مرغو هيني نوريم دا أننا ندورو جستيس أنينا خليل نبغو سوا سوا. جينا سينا سنتز أنا يا توس مشنو قيد منا أتلا سينا ديجور دا كلنا كه تشادين ولا ما قال الدك والدك لكنه سام توس تشادين. دون دبا أن جينا سينا سنتز لأنه لوم بارتي آخرين الما في بارتي إمبس كلوا لأنه هما يجوا معنا نلومو نبغو تشات حقينا.